السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديروا غراتا تاع المقارون. لهذه الكيفيه نسحقوا المقارون فيزيلي. ثم ديروا اي مقارون يكون عندكم في الدار، تحقوه في فرماج غوير، تحقوا فرماج دي بورسيون يعني حبات، تحقوا كريم فريش قشده والبيشاميل، تحقوا فيها 500 مليلتر حليب بارد، لازم يكون بارد، 40 غرام تاع زبدة، 40 غرام فارينة، وفلفل كحل وملح، حوالي مغرف صغيرة، مغرف صغيرة ملح، مغرف صغيرة فلفل كحل. بعد ما درت الماء يغلي، درت حوالي 1 لتر تاع الماء يغلي فوق النار، وفيه شوية ملح، 10 غرام تاع ملح، يعني مغرف كبيرة تاع الملح، وشوية ومغرف تاع زيت. راح ندير هذا المقارون يغلي في الماء حوالي من 7 حتى 10 دقائق. بالنسبه للبيشاميل راح نديروا الزبده 40 غرام، نذوبوها، ومن بعد نزيدوا 40 غرام تاع الفرينه. كي نكونوا خلطوا فيهم وتذوب هذيك الزبده مع الفرينه يتخلطوا مليح، نبداو نزيدوا في الحليب غير بشويه، الحليب يكون بارد غير بشويه، مع الملح والفلفل الكحل، ونخلوها حتى تبغي تغلي، نطفوا عليها النار. كما راكم تشوفوا راني نذوب في الزبده 40 غرام. بعد ما تذوب نزيدوا عليها 40 غرام تاع الفرينه، لازم نديروا العبر كيف كيف الفرينه مع الزبده، ونبقاو نخلطوا فيها فوق النار. النار تكون قليله، تكونش كي نخلطوا نبقاو نخلطوا فيها. شوفوا كيفاش تولي، كي تولي كيما هكا نزيدوا شويه للنار. عندنا 500 مليلتر تاع حليب، نبداو نفرغوا غير بالشوي ونحركوا. نحركوا فيها بشويه، نزيدوا الفلفل، فلفل كحل، كاين اللي يزيد جوز الطيب، انا ما درتش جوز الطيب، الملح، نبقاو نخلطو نخلطو حتى تفقعلت اللي قريب تغلي. كي تحسوها بدات يعني قريب تغلي طفو النار. لازم تبقاي غير تحركي. درك معليش نزيدو لها النار، شوفوها بدات تغلي كما راكم تشوفوا في قالت، نزيدوا عليها هذاك الفرماج ونطفوا عليها النار، ونخليو هذاك الفرماج يذوب في وسطها الداخل. بعد ما طاب المقارون تاعنا يعني خليناه حوالي 10 دقائق، دهنت الليمون راح ندخلوه الكوشه بالزبده، دهنوه مليح، ونكونوا درنا المقارون في الكسكاس يعني نقطروه من الماء مليح. غنفرغ بسم الله. نزيدو عليه البيشاميل اللي كنا درنا فيها الفرماج،
ناخذ شويه هذيك البيشاميل في وسط المقارون، حلواش غير من الفوق، نحاول ندخلوها مليح. كيفاش نخلطو باش تدخل البيشاميل، بعد راح نزيدو لا كريم فريش اللي هي القشدة، كيفاش داروا كريم فريش ندخلوها شويه يعني سيب كيفاش تبدلوا، ما ديروش دائما مقارن الصوص حمراء. نجيبو الغباز ونربيو هذاك الكريال، الفوق هو اللي راح يعطيها كوش باب. نتوما ديروا اي فرماج رابي كان عندكم في الدار، شي دار ولا مازدام اللي يكون عندكم. راح ندخلها الكوشه غير شويه، نشعلها النار من الفوق، قسمه حمار يذوب هذاك الفرماج، نوريكم كيفاش خرجت ان شاء الله. بعد ما طابت الكراتين تاع المقارون نقسم لكم شويه باش تشوفوها كيفاه جات. بسم الله، نشوفوا كيفاش جات، تجي بزاف خفيفة بزاف شابة.